اللقاء هذا ولله الحمد وانا اثمر معناها التعامل الفني ما بيني انا و ايش شوف لنا حويجه لا خذا معناها عجبتها الاخت تاع الاخت تاع وقتاش بكري من ورانا يا حبيبي هو قفل منا انا قفلت منه عندي شرط وقالت لي لا عندي شرط تفضل بلاش مجانا ضربه واحده يا اخوي هنقول لك علاش قول لي بيسيرش لا تعمل في اغاني تجاريه لبناية بيسيرش على خاطري انا على خاطرك تاع على خاطري ناخذ وعلى خاطر محسن الرايس وعلى خاطري انا زيد وعلى خاطر عز الدين باش وعلى خاطري وعلى خاطر يا ودي في خاطر الجموع الكل اغنية يا سيدي من عند لازر شعير بلاش مبروك عليها سيدي مبروك عليها مبروك عليها بيسير منين في حالتها مسيكنا منين ترى فيها تغني لا مش عارف ما تحلكش كلمتك سي علي ما تتقدميش هكاك مثالش هو قبل لا فما ملحنين توانسه كيما شادي انور محمد رضا وبرشا فن ما عطاوش اغاني كانوا يعطيو الالحان برشا الحان بلاش للمطربين الحقيقه هو نهاء مطربة شابة في أول طريق نتاعها عندها إن ماج دو بروغريسيون هي تو غنات أداء جميل وصوتها كمادة خام جميلة مازالت تنجم منوها ماهيش في التوب هي تو هي مازال عندها خطوات الأولى تنجم تقدمهم والصوت مع الوقت والخبرة في التصرف باش تكون عندها شأن كبير إن شاء الله شأن كبير يا صديقي لا لازهر عنده خزينة كاملة نتاع الحان أنا نعرف ولا نعرف أنا معناتها اليوم ما قلنا شيء تو أنت ما قلت نعرف ما قلت شيء ماني محضر لك أنا محضر لك اليوم أخوك راني محضر لك حاجة أنا لكن مع صاحبي محضر لك حويجة مادام حكمتوا أنت مع الأغنية لا حكمت إن شاء الله مبروك عليك مبروك عليك ونحب هالغنية هذيا ميلاد من مايسترو شهادة ميلادها من مايسترو وأنا نعرف قلبه كبير نعرف قلبه كبير ونعرف اللي ما عمره ما حسبها خاطر لازهر إيش نقول لك أنا نعرف لازهر بكذا نعرف ظروفه بكذا لازهر ما عمره ما حسبها فلوس لا ما عمره حتى صاحبي زاد ما عمرهم الاولاد ما اهل جنوب كرماء ربي يا خويا هذاك الكرم نتاعهم اعطاه غنايه انا قررت الليله بلاش مش معناتها راهي حاجه خايبه راهو كادو من القلب للقلب اهداء ونحبها نحب الغنايه هذه تتولد من المايسترو بسم تعطيني انت كادو هذا يا اخوي والله بكل حب بكل موده بكل حب نعرف انت خويا عشرة نوايا باش طيح لك كلمتك زين تحيه كبيره لازهر شهير خلي على الاقل منوعه تلفزيه تساهم في غنايه فوالا غنايه بين تكمل وكذا تك هو حتى